أخرى الهيل يتصدى، الكرة وصلت لي على هني. انبسط يا غرباوي سفيان هني، يقول انا هنا، ويسجل الثاني للبهود للبهود. مرة اخرى ياتي التقدم بالنتيجة، هو من بدأ هذه الفرصة، سدد في المرة الاولى وفي المرة الثانية، كان وحيدا كان وحيدا، وبالتالي هذه الكرة كان لابد ان تستقر في شباك جاسم الهيل، معلنة عن تقدم فهود الغرافة بثاني الاهداف في هذه المباراة عن طريق سفيان غني، ليفرح مرة ثانية سراماتشوني ولي